الكثير منا يسمع عن دول الكومنولث ولكن لا يعرف ما هي تلك الدول وماذا يعني مصطلح الكومنولث. مصطلح الكومنولث يشمل رابطة الشعوب البريطانية المعروفة بدول الكومنولث والتي يرمز لها بالحروف الإنجليزية CN. طبعا كانت معروفة بالكومنولث البريطاني ثم أصبحت تعرف باسم الكومنولث، وهو عبارة عن اتحاد تطوعي مكون من 53 دولة جميعها ولايات إمبراطورية بريطانية سابقة ما عدا موزمبيق ورواندا في أفريقيا. في عام 1971 أعلن مبادئ الكومنولث في سنغافورة، وأعلن أنها رابطة تطوعية تضم دول مستقلة تتشاور وتتعاون فيما يتعلق بالمصالح المشتركة لشعوبها والترويج للتفاهم على الصعيد الدولي والسلام العالمي. تدعم المملكة المتحدة رابطة الكومنولث في الترويج للديمقراطية، والمملكة المتحدة هي واحدة من 53 دولة ذات سيادة ومستقلة أعضاء في رابطة الكومنولث، وهي من أكبر المساهمين. طبعا المساهمين ماديا لدرجة أن بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه استرليني مجموع الإسهام. رابطة الكومنولث بتضم ثلث دول العالم، عدد سكانها تقريبا 1.7 مليار نسمة، يعني ربع سكان العالم. هذه كانت معلومة قصيرة وسريعة عن دول الكومنولث، حيث فاجأتنا بوفاة ملكة المملكة المتحدة التي كانت ترأس 16 دولة مباشرة من دول الكومنولث. وقبل موتها تولد شارلز في 2022 رئاسة دول الكومنولث.